بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريم لإزالة التمدد أو التشققات أو الخطوط البيضاء في الجسم، خصوصا التي تظهر بعد الولادة. نحتاج في هذا الكريم إلى علبة كريم الفيكس. كريم الفيكس متوفر عند الصيدليات، وهو عبارة عن مرهم لعلاج البرد، متوفر وبوفرة عند الصيدليات. في حالة عدم توفره، يمكنكم استخدام الفازلين أو كريم فازلين بزبدة الكاكاو أو زبدة الشيا. هذه هي البدائل لهذا الكريم، كريم الفيكس. ونحتاج لملعقة شاي صغيرة من زيت الزيتون، ملعقة شاي صغيرة من زيت الزيتون الأصلي. نحتاج لملعقة شاي صغيرة من زيت اللوز الحلو، ونحتاج لملعقة شاي صغيرة من زيت الخروع، وملعقة شاي من زيت جوز الهند. هذه الزيوت مع الكريم رائعة جدا للتخلص من علامات التمدد والخطوط البيضاء في شهر كامل. نقوم بمزج هذه الزيوت مع الكريم. نأخذ علبة الكريم، أعطيتكم البدائل في حالة عدم توفر كريم الفيكس. نخلط الكريم مع الزيوت جيدا مع التقليب، نخلطها جيدا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض، وبعدها نقوم بدهن الكريم على المنطقة على المناطق المتواجد بها التمددات أو الخطوط البيضاء بكامل الجسم يوميا، تترك لمدة 5 ساعات، أو يمكنك عملها قبل النوم حتى الصباح. هذا الكريم رائع جدا. بالنسبة للزيوت لا يوجد لها بديل، هذه الزيوت مع الكريم مكملة لبعضها بعض لعلاج علامات التمدد في مدة شهر كامل. هذا الكريم مدة صلاحيته تفوق 3 أشهر، ويمكنك استخدامه على كل الأماكن المتواجد بها علامات التمدد والخطوط البيضاء. يمكن استخدام هذه الوصفة حتى للبنات التي تظهر لديها الخطوط البيضاء في جسمها. قلت هذه الوصفة صالحة لكل مكان بالجسم. قومي بعمل تدليك بهذا الكريم، إن شاء الله في مدة شهر كامل ستتخلصون من هذا المشكل. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.